مساء الخير. طبعا يسعدني ويشرفني ان انا تم دعوتي من مركز المصري للدراسات الاقتصاديه والمجلس الوطني المصري للتنافسيه. الحقيقه لان للاثنين، للمركزين والمركز والمجلس، لهم افضل عليا بعد ربنا. طبعا اولا المركز المصري للدراسات الاقتصاديه يمكن هو اللي حطني على تراك او على طريق السياحه. انا استاذ اقتصاد وتخصصي اقتصاديات نقل ونقل جوي، ماليش علاقه بالسياحه، ولكن دعوه المركز المصري للدراسات الاقتصاديه ان انا ابدا اربط بين الاثنين هو ده كان المدخل. أثقلت الخبرة بوجودي في لجنة السياحة في المجلس المصري الوطني للتنافسية. الحقيقة أنا تعلمت كتير يمكن من المركز والمجلس، فأدين لهم بالفضل يعني بكثيرا. وبعدين أسعدني جدا إن من قامت بالعرض هي الأستاذة رشا، طالبة بتاعتي، وكمان كانت مسجلة معايا الماجستير، فأنا كنت سعيدة جدا جدا بأسلوبها وتحليلها، يعني سعيدة جدا، وأكيد أثقلت خبرتها مع دكتورة عبلة. فالحقيقة أحييها وأحيي الدكتورة عبلة على البرزنتيشن أو العرض الجيد، وإن كنت لا أتفق مع كثير مما جاء فيه، ولكن هو ده البحث العلمي. لكن العرض جيد والتحليل جيد، لكن نختلف أو نتفق ده يعني وضع آخر. الحقيقة طبعا أنا خدت بوينتس كتير، بس أنا دلوقتي قدامي دلوقتي بقى حتى 4 دقايق أو 4 دقايق ونص، ممكن يبقوا 10 دقايق. الحقيقة أنا اتخضيت، قلت أنا هرد إزاي على كل الكلام ده. الحقيقة كل حاجة، يعني هو كل حاجة ممكن أرد عليها، سواء بالأسعار أو الاستراتيجيات أو كل حاجة اتقالت ممكن إن إحنا نرد عليها، ولكن أنا هرد في حاجات الحقيقة اللي أنا أساسا كنت متخيل إن إحنا هنتكلم فيها، علشان أبقى مركزة في الرد، ويبقى الرد الحقيقة يجوز يكون له فايدة للمستمعين. أولا أنا بشكر جدا برضو المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن هو عمل المرصد السياحة. التقارير التنافسية للسفر والسياحة بدأ من سنة 2008، ومنذ هذا العام وأنا كنت مسؤولة عن إن أنا أقيم هذا التقرير ونرفعه لأعلى المستويات، نقول رأينا فيه إيه وإحنا بنتقدم إزاي. كنا بنعمل مقارنة، كل هو بيطلع كل سنتين، فكل سنتين نعمل مقارنة بالسنة اللي قبلها، ولكن الحقيقة كانت مجرد محاولات من وزارة السياحة إن إحنا نتتبع تطور المؤشرات والركائز المختلفة وبنتحسن في إيه وما نتحسنش في إيه. فأشكر المركز المصري الحقيقة أنه هو بادر بموضوع المرصد، لأن احنا كنا محتاجينه فعلا، وأنه هو يعني for documentation هيبقى بيجمع الحاجات اللي احنا كنا scattered، وممكن حتى نجيب لكم الحاجات اللي احنا عملناها تبقى حتى background للمرصد نفسه. لازم بس الناس تبقى فاهمة ان التقرير التنافسية للسفر والسياحة ما هواش بيوتي كونتست زي ما هم دايما بيقول، ما هواش مسابقة للجمال، مين افضل بلد ومين احسن بلد، واللي خدت السكور عالي دي هي اللي هنلبسها التاج، وهي الشطرة الدولة الشطرة، لكنها ناقوس تنبيه للحكومات. يا حكومات، اذا انت عايزة سائحين وعايزة مستثمرين سياحيين، انت محتاجة ان انت تعملي الترتيبة اللازمة في النقاط اللي هنرصدها لك. والنقاط دي على الرغم ان احنا المنهجية المتبعة زي ما اشار الهامي بيه انها ساعات زي المطارات او زي حتى الغرف السياحية، يعني الغرف السياحية دي من نقاط الضعف عندنا في التقرير، نقاط ضعف مصر في التقرير، ان الغرف السياحية قليلة على الرغم ان زي وده انها كتيره قوي وتفوق العرض او العرض او الطلب المتوقع، وبالتالي المنهجيه نفسها. لكن انا مش هناقش المنهجيه لانها مطبقه على كل الدول، معظم الدول اللي عندها كثافه سكانيه بتعاني منها وبتشتكي منها وتقول ان مش عاجبها التقرير، زي الهند وزي تركيا بيشتكوا جدا منها، ولكن يبقى مش هناقش التقرير، هاخده از اتز. زي ما الصبحيه برضو دكتور حسام اشار، احنا هناخد ونشوف احنا موقعنا فين وسط الدول. سعدت جدا ان احنا نعمل المقارنه ما بين دول الجوار والدول المنافسه لينا والدول اللي انا عايزه اوصل لها. أنا عايزة أشير بس إن في بعض النقاط اللي إحنا طالعين فيها متقدمين جدا، زي تنافسية الأسعار،
واحنا الناس بتقول احنا طالعين رقم 2 على العالم او 146 دوله في تنافسيه الاسعار، ده هايل. ولكن الحقيقه احنا كلنا بنعاني يا جماعه، احنا مش عايزين نتباع كان دوله رخيصه، مصر مش دوله رخيصه. وبالتالي اللي احنا قد نكون كدوله داخليا شايفينه احنا مش راضيين عنه، وده بقى اهميه وجود مجتمع مدني او غير حكومي بينادي بذلك. فالحقيقه ده هيبقى له تاثير كويس. من الحاجات الكويسة قوي اللي طلع في التقرير، ويمكن مش عاجبة القطاع الخاص، اللي هو الاهتمام الحكومي. احنا طالعين رقم 22 في التقرير من أولوية الدولة انها بتعطي أولوية للسياحة. طبعا انا عارفه كل اللي قاعدين من القطاع الخاص زي ما هو هيقولوا الكلام ده، لانهم بيختلفوا، لكن هو ده اللي انا قصدي. هو التقرير بيقول كده، بيقول ان انت طالعه من افضل الدول، من 22 من 146 في من 136 اسفه، في اولويه اهتمام الدوله للسياحه. بعض المؤشرات زي ما رشا عرضت، مؤشرات متدنية أو متأخرة، زي عدم وجود ATMs في كل حتة. إحنا مش مجتمع الحقيقة بيتعامل بالكروت بسهولة، وبالتالي إحنا بنبقى فرحانين أو إن في الفندق نفسه في ماكينتين للصرف الآلي، لكن مش في كل كورنر أو مش في كل شارع. دي من الحاجات اللي عددها طبقا لعدد الجهاز في الجهاز المصرفي، دي من النقاط الضعف بتؤثر على السياحة من وجهة نظر التقرير. ان ده هو السائح مش جاي معاه فلوس، عايز يبقى متاحة المكنة في كل حتة. نفس الحكاية بالنسبة للشركات تأجير السيارات، هم حاطين 6 شركات كبرى بدون ذكر اسمائهم، كل طبعا القطاع عارفهم. احنا الحقيقه لا نملك منهم هنا في مصر او غير متواجد منهم ممثلين غير شركتين، وبالتالي بقى تصنيفي، رغم ان انا عندي شركات كتيره جدا لتاجير السيارات مش عالميه ولكن شركات معترف بيها، وهكذا. ان انا ممكن اقول نيجي للسلبيات بقى الحقيقه اللي دي لازم نهتم بيها، واكيد دكتور حسام هيتفق معايا، اللي هو تدريب العمالة والمستوى التعليمي في متدني، لأن ده within global competitiveness report. هو أخذ ده، ما خدش بس للسياحة، لأن برضو في المنهجية الميت شركة اللي تم سؤالهم، ما تمش سؤالهم ما هي الشركات السياحية، وصححي لي يا دكتور عبلة لو بقول غلط، الميت شركة دول ما هي الشركات، هي من ضمنهم بعض الشركات السياحية عشان تغطي كل القطاعات. وبالتالي اللي بيسري على كل القطاعات الأخرى في مصر بيسري على قطاع السياحة. لو نعرف أن من هذه الركائز 15% فقط له علاقة مباشرة بالسياحة، أما الآخر فكلنا متعاملين. نظافة الشوارع، اتساع الطرق، عدد الحارات ملوش علاقة بالسياحة فقط ولكن بالمواطن المصري، كلنا بنعاني من ازدحام الطرق وما إلى ذلك. فندم خلاص اوكي. مشاركة الإناث في العمل، احنا طالعين 131 من 136. يمكن دي حقيقي من الحاجات المؤثرة في السياحة. احنا لما عملنا مسح عن مشاركة المرأة في السياحة، لقينا طبعا بالنسبة والله يا فندم هي مش عالية جدا مش عالية جدا. هقول لحضرتك ليه، لأن معظم الفنادق اللي هي بتستوعب عدد عمالة كبير، الفنادق دي بيسموها في ريموت أرياز أو في مناطق نائية بعيدة. الحقيقة مش مشكلة الانتقال المرأة لهذه الأماكن، ولكن اللي بيسموها working conditions، ظروف العمل نفسه. الراجل ممكن ينام 8 في أوضة مش هيتأثر، لكن النساء أو السيدات لا. وبالتالي أصبح هناك مطلب للفنادق إن يا جماعة لازم لما تبنوا غرف للعاملين لازم إن الإناث يبقى لهم وضعية خاصة. فما فيش إقبال للمرأة. كنا متخيلين قبل ما نعمل المسح إن الطبيعة الثقافية إن الست ما تنتقلش. الحقيقة لقينا إن حتى في الريف، لأن مثلا معظم اللي بينتقلوا للعمل في الغردقة بيبقوا جايين من بني سويف ومن هنا، ما فيش أي مشاكل خالص إن البنت تنتقل، ولكن هي عايزة تنام في حتة محترمة.
فهي دي. ونشتغل الحقيقة يعني لازم أقول إن إحنا كوزارة بنشتغل عن قرب مع منظمة العمل الدولية الـ ILO في حكاية إن إحنا تحسين الـ working conditions وبالذات في محافظة الغرداء البحر الأحمر. يعني أرجع تاني لحاجة بنتكلم عن أنا بس نقاط كده تلغرافية لأن ما عنديش وقت، فاضل لي نقطتين والله. استراتيجية الاستراتيجية اللي إحنا الحقيقة اشتغلنا مع المجلس الوطني للتنافسية على تحديث الاستراتيجية. مصر كان عندها استراتيجية، أنا كنت شايفة يعني كوزارة كنا شايفين أنها استراتيجية كويسة جدا، اتعملت سنة 2008-2009 وتم عرضها في ذلك الوقت على الحكومة، ولكن رفضت هذه الاستراتيجية. كانت ممولة من منظمة السياحة العالمية، واستراتيجية الحقيقة كانت شاملة وكاملة وجامعة وزي ما بيقولوا فعلا فيها كل النقاط. رفضت لأن كان الاستثمارات في الفنادق ما هياش كبيرة زي ما الهامي بيبي يقول، وشفنا أنها متناسبة مع الطلب المتوقع ل2020، كانت موجهة ل2020. رفضت لأنها كانت غير طموحة، هم كانوا متخيلين في ذلك الوقت أن كان المفروض يضخ 10 مليار دولار، لا المفروض يبقى 100 مليار دولار في فنادق، وبالتالي قالوا لا يعني خلوها كده على جنب. وقامت الثورة وتغيرت الحقيقة بدعوة من مجلس الوطني للتنافسية، أعدنا إحياء هذه الاستراتيجية. وقلنا قبل ما نعمل استراتيجية إحنا نمسك الاستراتيجية القديمة نشوف إيه الأكشن بلانز اللي نقدر نستغلها منها، ونقول إزاي نبدأ عشان نحصل على كويك وينز في أكشن بلان صغيرة لمدة قصيرة. وفعلا الحقيقة هم استقدموا خبير أجنبي متميز جدا، وبدأنا نشتغل في هذه الاستراتيجية، وناس كتير من المتواجدين في القاعة كانوا مشاركين في إعادة النظر وإعادة إحياء هذه الاستراتيجية، ولكن لظروف خارج عن إرادة الجميع لم تظهر أيضا هذه الاستراتيجية على النور. لكن الخبر الحلو إحنا دلوقتي بنشتغل مع منظمة السياحة العالمية تاني إن هم يستعينوا بنفس الخبير اللي الحقيقة كان عمل جهد كبير، وإن إحنا نعيد إحياء هذه الاستراتيجية بس في إطار بقى لأن الدنيا برضو تغيرت، الاستراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030، ونبدأ نشوف لأن 2030 ما بتنصش صراحة على السياحة كسياحة، لكن في إطار المحور الاقتصادي في 4 مشروعات أساسيين، وإحنا من خلال دول نقدر نعمل استراتيجية. آخر نقطة والله وحسكت نموذج كده كتير نموذج خطة العمل الدكتورة عبلة قالتها، الحقيقة أنا أحييها، هي نموذج خطة العمل ده هايل، بس أقول لها ويمكن أستاذة سحر طلعت تؤكد ذلك والنفس أعضاء البرلمان كلهم اللي موجودين، الحقيقة نموذج خطة العمل ده بالجدول ده إحنا الحقيقة مطالبين كل 3 شهور بتحديثه بمتابعة من الحكومة. طبعا كل الناس تقول ما أنا حكومة فلازم أتكلم على الحكومة، بس ده حقيقي بيحصل، أنا مش بقول كده علشان، لكن ده حقيقي بيحصل، متابعة وتحديث لأن بنقدمه للبرلمان إحنا عملنا إيه كوزارة سياحة وقدمنا إيه وإيه الكي بي آيز، لأن حط لنا كي بي آي عملنا إيه وليه، ولو ما قدرناش أو أخفقنا في تحقيق أحد الأهداف اللي إحنا حطينها في خطة العمل لازم أقول إحنا إيه السبب، مش هنقول يعني طبعا كوزارة لازم تقول ليه إن إحنا محققناش هذا. والحقيقة البرلمان هو اللي بيتابع، وهم دايما البرلمان لازم تقدمي له الورقة دي وبنتابع البرلمان بيوافق عليها أو لا. أنا شايفة أعضاء البرلمان بيضحكوا مش عارفة، بس أنا بس ده واقع يعني ما جالكمش حاجة الحقيقة يبقى اسألوا بقى المجلس، هو المجلس بياخدها مننا يوديها للبرلمان، ولكن ده كويس على يبقى احنا قلنا لكم ان في حاجة عند المجلس والمتابعة لنا. وحقيقة وما اعتقدش ان هو لوزارة السياحة ولكنها حاجة يعني لكل الوزارات وكل وزارة بتحط فيها حاجتها. أنا بعتذر، أنا كنت أحب أن أنا أتكلم وأتكلم على إنفاق السائح، وعلى فكرة هو 88.5 مش 80 دولار، كنت أحب لا يسووا إحنا عندنا باي في الـ TSA
وده برضو عايزة أقول حاجة معلش آخر حاجة بالنسبة للمساهمة المباشرة. الـ WTTC بتستخدم منهجية الحقيقة مختلفة شوية عن منهجية منظمة السياحة العالمية اللي هو التورزم ساتلايت أكاونت أو الحسابات الفرعية للسياحة. وطبعا أستاذي دكتور محمد صقر ممكن يتكلم فيها لأنه هو من أسسوا هذه المنهجية في منظمة السياحة العالمية. فأعتقد أن احنا ماشيين صح. البنك المركزي بيثني على ما نقدمه من بيانات. احب اقول حاجه اخر حاجه بقى مش عارف دي طلعت اخر بعد الاخر ان البيانات اللي تم عرضها دوليا بتتوقف عند 2015 وبعضهم 2016 مش كلهم علشان احنا دايما بيعتب علينا ان كوزاره سياحه انتم بتطلعوش البيانات. احنا ما بنطلعش البيانات لان جميع دول العالم هو ده السيستم ان عادة بتطلع البيانات بعديها بسنتين لوجود بعض البيانات بسنوات مالية والاخرى بسنوات ميلادية. وبالتالي انا منتظرة 2018 يونيو يوليو 17 18 عشان اطلع كل نتيجة 17 واقدر احسبها. شكرا واسفة جدا على الاطاله.